اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي وحبايبي الكرام، أهلا بكم في فيديو جديد، فيديو بناء على طلبات حضراتكم. ناس كتير قوي تتصل وتقول لي يا ريت تعمل لنا دراسة جدوى على 100 كتكوت رومي أو 100 فرخ رومي. دراسة الجدوى تتعلق أو تشمل بقى التكلفة والتسويق وهامش الربح والحاجات دي، لكن احنا طبعا عملنا في القناة قبل كده دراسة جدوى مرة او اتنين، لكن المرة دي مختلفة تماما. المرة دي بالذات هنتكلم بفكر تاني، وهنسمي الفيديو فكر تاني او فكر تاني. دايما بنقول يا جماعة ان اللي عايز يعمل مشروع لابد ان هو يهتم او يسعى ان هو يربي ديوك بس وما يجيبش اي اناث، لكن النهاردة احنا هنجيب دراسة الجدوى بتاعتنا. لو ان القطيع كله ديوك، ولو ان القطيع نصه ديوك ونصه اناث، وهنشوف الانسب ايه والاحسن ايه. ناس كتير بتحب تعمل المشروع، ولكن بتكون السهوله اللي معاها قليله. لذلك لو حابه تمشي في موضوع ان هي تجيب مثلا فرز ديوك بس، ممكن الامكانيات الماليه اللي معاهم ما تغطيش المشروع، او يجي في نص المشروع يتكشف وما يقدرش يكمل، وبالتالي يسيب الفراخ تجوع او بيضطر يبيعهم اوزان صغيره، وفي الحاله دي ما بتجيبش الربح اللي كان مطلوب. النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم عن الموضوع باستفاضه. بنقول اول حاجه الكميه عندي لو هي 100 ديك، والناحيه التانيه هنقول لو هم فرز مخلط يعني 50 ديك و50 انثى. السعر بدايه يا جماعه هو السعر بيكون موحد، لكن في ناس بتدي دايما الفرز ديوك، تقول فرز ديوك فتزود 10 جنيه في السعر. النهاردة هنعمل السعر، هنقول من 135 جنيه الى 150 جنيه للفرخ، ده بالنسبة للديوك. وبالنسبة للإناث هيبقى من 125 الى 140 جنيه، اللي هي المخلط اللي هي 50-50. يبقى لو هنجيب 100 ديك هندرب الفرخ على 135 جنيه، لو هنجيب مخلط 50% ذكور و50% اناث هنقول السعر 125 جنيه. بعد كده بنتكلم على كمية العلف، وبنقول ان الديك بياكل متوسط في خلال الدورة العمرية بتاعته 50 كيلو علف. والناحية التانية اتفقنا ان على الجانب التاني اللي هي الفرز اللي معانا فرز مخلط يعني 50% ذكور و50% اناث، هيبقى 50 ديك و50 انثى. ال50 ديك هياكلوا، الديك هياكل برضو 50 كيلو علف، والانثى هتاكل 30 كيلو علف، ده متوسط. لو العلف ال50 ديك او ال50 كيلو علف في 100 ديك، يعني بنتكلم في 5000 كيلو، يعني 5 طن. بنقول الطن ب6200 جنيه، احيانا يبقى ب6000 جنيه، احيانا يبقى 6300، فهو متوسط 6200 جنيه. يبقى بنتكلم في كام؟ بنتكلم في 6200 جنيه في الطن، وبنقول فرز الديوك هياكل 5 طن، يبقى عندنا تكلفة الميت ديك هياكلهم ب31000 جنيه. على الجانب الاخر لو قلنا ال50 ديك وال50 انثى، هنجد ان ال50 ديك هياكلوا 2500 كيلو، وال50 انثى هياكلوا 1500 كيلو، 1500 كيلو، لانها الانثى هتاكل 30 كيلو في 50 عدد، يبقى 1500. فلقينا الاجمالي هيكون 2500 كيلو و1500، يعني 4000 كيلو، يعني 4 طن. برضو بنقول ان الطن ب6200 في 4 طن، يبقى الاجمالي العلف هيكلف 24800، يبقى الديوك هيكلف 31000، المخلط هيكلف 24800. طب ده هيفيد ايه بقى يا جماعة؟ هيفيد ان انا لو ما معيش تكلفة مالية تغطي المشروع، فانا في اللي هو المخلط محتاج مبلغ اقل، يعني ممكن يكون مثلا معايا 20000 جنيه او 24000 جنيه. فطبعا لو جبت فرز ديوك هحتاج 31000 جنيه، لكن لو جبت مخلط انا محتاج 24800 فاقدر ابدا مشروع. يعني بدل ما اجيب
50 60 70 ديك، انا ممكن اجيب 100 نصهم ديوك ونصهم برابر، والتكلفة اللي معايا او الحسبة المالية اللي معايا تكفي ان شاء الله. دي يبقى ده اول ميزة، ان لو انا امكانيات المالية مش كبيرة ممكن ابدأ بنفس العدد، ولكن بيكون مخلط، يعني 50% اناث 50% ذكور. ده اول ميزة. طيب احنا قلنا 31,000 جنيه على الميت ديك، وقلنا 24,800 على الميت فرخ مخلط. يبقى تكلفة الفرخ الواحد من العلف في الديوك هيتكلف 310، وفي المخلط هيتكلف 400، هيتكلف 248 جنيه. بعد كده بنقول الخدمات موحدة. ربيت 100 ديك هيتكلفوا 5,000 جنيه، ربيت 100 فرخ مخلطين يعني، وكلمة مخلط قلنا يعني نصهم ديوك ونصهم برابر او اناث، هيتكلف برضو 5,000. والخدمة دي يا جماعة قلنا زي التحصين، زي النشارة، زي الانوار الاضاءة، زي التهوية، زي التكييف، زي التدفية، زي العامل اللي هو بيدخل يحط لهم الاكل وبقوم على خدمتهم، زي ايجار المكان. كل دي طبعا خدمات، سواء كان القطيع عندي 100 ديك او 100 انثى او مخلط، فهو طبعا بتكون تكلفة ثابتة على اي نوع. بنقول اجمالي التكلفة بقى، فرز الديوك احنا قلنا هيكلف 13,500 جنيه الميت ديك، لان سعره 135 جنيه، وهيتكلف تكلفة علف 31,000 جنيه، وهيتكلف خدمة 5,000 جنيه. يبقى اجمالي التكاليف للديوك هتبقى 49,500 جنيه. على الجانب الاخر اللي هو المخلط، احنا قلنا الميت فرخ مخلط الواحد ب125 جنيه، يعني ب12,500 جنيه. عندي 24,800 جنيه ده تمن العلف، عندي 5,000 جنيه الخدمة، يبقى في النهاية الإجمالي 42,800. دي اللي بنتكلم عليها يا جماعة. بنقول إن التكلفة في الديوك هتبقى عالية، وصلت 49,500، أما في المخلط فهي 42,000، يعني فرق حوالي 7,000 جنيه. فأنا لو إمكانيات المالية قليلة اقدر اخش في الموضوع واجيب عدد اكبر بس يكون مخلط. لما بنقول التكلفة اجمالي التكاليف 49,500 و42,300، لما نقسمهم على عدد الديوك او عدد الفراخ اللي عندي او عدد الرؤوس، هيطلع تكلفة الفرد الواحد الفرد من الديوك 495 جنيه. يبقى دي التكلفة الاجمالية يا جماعة، للي عايز يربي يعرف ان الديك الرومي هيتكلف 495 جنيه. ولو هو نص القطيع عندي ديوك ونصه اناث، هيتكلف الفرخ يعني اجماع متوسط بقى عموما في كل اللي عندي، بنتكلم ان التكلفة هتبقى 423 جنيه، يعني برضو حوالي حاجة وستين جنيه، حاجة وسبعين جنيه، 72 جنيه فرق في كل فرخ. يعني في العشر فراخ هيتكلفوا 700 جنيه، 720 جنيه. يبقى انا لو تكلفتي او الفلوس اللي معايا قليلة اقدر اعمل اخش في موضوع الايه المخلط افضل. تاني حاجة بنتكلم على معامل التحويل يا جماعة. بنقول ان معامل التحويل اللي هو الفرخ ياكل عندي كام كيلو علف يديني كام كيلو لحم. في الديوك بيوصل في الاعمار الكبيرة عشان يديك ربي لحم جامد، بيوصل معامل النمو او التحويل في الديك لـ2,600 الى 1 لحم. يعني كل ما الفرخ او كل ما الديك ياكل 2 كيلو و600 جرام على في يديني كيلو لحم. في الاناث بكل ما ياكل 2 كيلو 400 جرام يديني كيلو لحم. يبقى اذا معامل التحويل في الاوزان الكبيرة الاناث افضل. الانثى تاكل 2 كيلو و400 جرام تدي كيلو لحم، اما الديك ياكل 2 كيلو و600 جرام يدي كيلو لحم. يبقى اول ميزة اتكلمنا فيها في المخلط، ان لو انا الفلوس اللي معايا مش هتغطي المشروع كله، فانا ممكن ابدأ او اشتغل في المخلط، بالتالي الفلوس هتكفي معايا، هتكفي التكلفة. الحاجة التانية قلنا معامل التحويل في الإناث بيكون أفضل من معامل التحويل في الذكور. طيب
يبقى قلنا دلوقتي عندي الخمسين كيلو لحم في 2600 جرام، يبقى كل ديك هيوصل لو كان 50 كيلو على في الدين 19 كيلو و200 جرام، 19 كيلو و200 جرام. في المخلط يا جماعة الديك هيديني 19 كيلو و200 جرام، والأنثى هتديني 12 كيلو ونص، 12 كيلو ونص. يبقى الديك هنا أو هنا هيديني 19 كيلو و200 جرام، والأنثى هتديني 12 كيلو ونص. يبقى إجمالي اللحم، إجمالي اللحم بقى في نهاية الدورة أنا هبيع بلاقي إن الميت ديك عندي طالعين ب1920 كيلو لحم. الميت ديك 1920 كيلو لحم. في المخلط اللي هو الجانب الآخر هيدوني الديوك هتديني 960 كيلو، الخمسين ديك هيديني 960 كيلو، والإناث هتديني 625 كيلو، يبقى 1585. يبقى الديوك 1920، المخلط 1585. لما هاجي ابيع طبعا سعر البيع واحد، هنا مثلا بيبدأ بيكون السعر من 30 جنيه ل 38 جنيه او 37 جنيه حسب سعر اليوم او حسب البورصة، ممكن تكون ب 30، ممكن تكون ب 35، ب 33. فانا ضربت على 30 جنيه فلقيت ان البيع الديوك هتتباع ب 57600. يبقى ال 1920 كيلو لحم في 30 جنيه سعر الكيلو يديني 57600. المخلط احنا قلنا 1585 كيلو لحم في 30 جنيه سعر الكيلو، يبقى هيديني 47550 جنيه. طيب الربح يا جماعة انه اكتر في المخلط ولا في الديوك؟ هنلاقي ان الربح لو قلنا ان الفراخ اتباعت الديوك الميت ديك اتباع ب57600، وهم كانوا متكلفين اجمالي التكلفة 49500، يبقى انا عندي هامش الربح او نسبة هامش الربح عندي 8100 جنيه. الجانب الاخر اللي هو المخلط انا بعت ب47550 جنيه، كنت مكلفهم 42300، يبقى كسبهم 5250 جنيه. طيب يبقى اذا في فعلا تفاوت في الربح، لكن احنا بنتكلم في نقطة تانية. انا كسبت في الميت ديك 8100، بينما كسبت في المخلط 5250، لكن برضو في نفس الوقت انا انفقت على الديوك، انفقت على الديوك 49500، يعني الميت ديك انا صرفت عليهم 50000 جنيه، بينما صرفت على الاناث 42300، يعني في فرق في نهاية الدورة 8000 جنيه. فانا بتكلم لو انا ظروفي مش مسامحة ومش مساعدة ان انا اغطي التكلفة الاجمالية، فانا عندي فرق 8000 جنيه طبعا يكفوني. لو انا ما معيش المبلغ ده طبعا يكون افضل ان انا اشتغل في المخلط، لان طبعا 8000 دول طبعا يغطوني على الاقل شهر ولا شهر ونص في الاعلاف. تمام. يبقى نسبة الربح، نسبة الربح بقى بنقسم طبعا هامش الربح على اجمالي التكلفة، فطلع بيطلع لنا ان الفرز الديوك بيكسب 16%، بينما الاناء اللي هو المخلط بيكسب 12.5%، 12.5%. لكن في النهاية يعني هنقول حاجة طبعا مش متوقعة، هي بنقول ان الاناث افضل في التسويق. ازاي الكلام ده؟ لان حضراتكم شايفين او عارفين لما يكون انت عايز تشتري ديك رومش او تعمل عزومة او تهادي حد بديك رومش، الافضل انك تشتري ديك روم 10 كيلو او 12 كيلو ولا تشتري 22 25 كيلو؟ اكيد طبعا الوزن الصغير. يعني انا عشان اجيب ديك رومي او هعمل عزومة لحد واقول انا عازم حد على ديك رومي يكون 10 كيلو او 12 كيلو هيكون ايسر واسهل لي ان انا اشتريه، لكن اجيب ديك رومي 22 25 وبرضه هيتحسب كده كده ديك رومي، انت فلان كان عامل لنا عزومة على ديك رومي، سواء بقى كان هو 10 كيلو سواء كان 25، الاسم ان احنا اكلنا ديك رومي. فاحنا بنقول ان التسويق بيكون افضل للاناث وبيكون اسهل ان انا اسوقه وبكون مطلوب طول السنة.
انما الاوزان الكبيره بتحتاج المجازر او الجماعه اللي هم الجزارين الرومي اللي هم بيقطعوا الديك ويبيعوه صدر وورك، يعني بيبيعوه بالكيلوات. لكن احنا بنتكلم الاوزان الصغيره يا جماعه اللي هي الاناث بتكون افضل في تسويق للاهالي. حتى لو كلمت فرارجي، لو كلمت تاجر في السوق بيجي ياخدهم بحيث يقدر يبيع ايه بالواحد. يعني في ناس يعني تبقى متعوده على اكل الرومي او عندها مناسبات او المطاعم، يعني اقصد التسويق الافضل بيكون للاناث او للاوزان الصغيره. في نهايه الفيديو بتمنى ان احنا نكون خدنا بالنا من التغيير في الفكر، بمعنى ما تتشبثش قوي وتتعصب انه لازم يكون فرز ديوك. لا، هو في بعض الحالات يفضل لك انك تاخد مخلط او تجيب مخلط بحيث التكلفة اللي معاك او اقصد اجمالي الفلوس اللي معاك تكفيك لنهاية الدورة، عشان ما تتكشفش في نص الدورة او تبقى مضطر تستلف فلوس او مضطر تبيع اوزان صغيرة عشان تكفي العلف. لا، انا بجيب فرز المخلط بيكون افضل، وفي نفس الوقت في التسويق بيكون التسويق بتاعي بالنسبة للاناث افضل. ان شاء الله هنوري حضراتكم، لان برضو سؤال بتسأل لنا كتير، ياريت تنزل لنا جدول اعمار الرومي واوزانها، يعني هو عنده اسبوع بيبقى وزنه قد ايه، بياكل قد ايه. الحاجات دي ان شاء الله هننزلها لكم في فيديو قريب جدا، ممكن يكون النهارده او بكره. ببشر حضراتكم بشرة كده، كل الجماعه اللي طلبوا مني رومي في القاهره واجوارها، وانا لظروف ما او لاي سبب ما قدرناش نوفي وما قدرناش نودي، انا بقول لحضراتكم تابعونا تاني وكلمونا تاني، وان شاء الله ان شاء الله في مقر في القاهرة باذن الله. بس انا اتفقت معهم، طبعا هتكون كلمة السر سر الصنعة، يعني حضرتك هتطلبني تقول لي انا عايز مثلا 10 فراخ، عايز 5، عايز 50. ان شاء الله يا جماعة في مفاجأة غير عادية في الاسعار. الاسعار كان الفرخ، يعني عشان نتكلم بكل صدق، كان الفرخ يعني تكلفته علينا او بيوصل لنا، الفرخ كان بيعمل مثلا 140 او 145 جنيه، فكنا ما بنعرفش نبيعه اقل من 150. اعتقد 5 جنيه ما كانتش كتير يعني، لكن دلوقتي ان شاء الله يعني قدرنا نتوصل لموضوع كويس جدا ان شاء الله، وهيبقى حلو. وان شاء الله السعر هيتراوح من 125 جنيه ل 135 جنيه اقصى حاجه، فرز يعني مخلط ديوك على برابر مستورد، فرخ نظيف، فرخ مضمون بنسبة 1000% بإذن الله، وهيكون سعره إن شاء الله من 125 إلى 135 حسب الكميات. يعني اللي هياخد 100 بيكون سعره إن شاء الله أو 10 أو يعني أيا كان العدد، إحنا قلنا من 125 130 135، يعني بإذن الله مش هيعدي 135 جنيه، وان شاء الله ممكن يكون ب 125 او ب 130. حضرتك هتتصل عليا، هكلم الفرع وهقول لك كلهم انا فلان الفلاني تابع سر الصنعه. فكلمه السر بتاعتنا يا جماعه سر الصنعه. هتتصل عليا حضرتك، هديك الرقم واقول لهم الاستاذ فلان هيكلمك، وهتتصل تحجز عنده، وبامر الله تستلم الفراخ بتاعتك، وانا اتابع مع حضرتك طول الدوره بامر الله. ولو واخد كميه كبيره برضو ان شاء الله، ان شاء الله لو كميات كبيره 300 400 ان شاء الله برضو هناخد منك اللحم، او التسويق هيبقى تبعنا ان شاء الله. في نهايه الفيديو بتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتم، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو، وان شاء الله ان شاء الله في مفاجآت وفي جديد في كل الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.